ايوه بونسوار يا جنرال، نحن كثير سعيدين انه حضرتك اتحت لنا الفرصه انه نعمل معك هالمقابله اليوم. وانا هلا تني بدوري بقول لك بونسوار وبحب هيك بس اقول كلمتين انه انا اليوم رايق وماني معصب وراح اكون رايق وراح جاوب على اسئلتك بكل هلا تني رحابه صدر وبشفافيه وحاج مطلعين هالدعاية علي انه بالصحافة انه بضل منرفز الجنرال وبضل موتر الجنرال وبضل معصب. اليوم يعني بمعنى اخر راح تشوفوا الوجه الثاني للجنرال، الوجه الرايق الثاني للجنرال. طيب جنرال، خبرنا بخصوص روحتك على سوريا. وهلا ما تبلشي لوك يا عمي باردون، قالتني يعني حاملين لي هالزياره وماشيين يعني انه كل ما دق الكوز بالجره. قالتني الجنرال رايح على سوريا والجنرال رايح على سوريا. شو فيها قالتني اذا رحت على سوريا؟ طيب شو فيها؟ عم نسال شو سبب زيارتك يعني؟ وبعدين معلش يعني قالتني الزياره يعني محطوطه من زمان وهلا اذا رحت على سوريا وين كنت انا وقت اللي كان غيري يطلع يتروق ويتغدى ويتعشى بعنجر مش بسوريا؟ هلا تني وين كنت؟ شو عم بعمل شيء عيب اذا طلعت انا على سوريا؟ انا وين كنت وقت اللي كانوا كل هول عم يطلعوا ويتروقوا ويتغدوا ويتعشوا بعنجر؟ ما تاخذني جنرال، يعني ما بدي اياك تعصب، بس حضرتك كنت عم تتروق وتتغدى وتتعشى بفرنسا، يعني كنت مع الفرنساويه اللي هن كانوا حامينك وهلا صرت ضدهم بعتقد. نو 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 باردون قالتني، يعني قصدك انت هلا عم تقولي انه مثل كانه انا يعني باكل من الصحن وبمزق فيه؟ لا لا لا، ما قصدي هيك جنرال، انت عم تقول هيك. لك شو قصدك؟ لك انا عم ما انت عم تسمع، انت عم تحطي الهيدا على الهيدا. جنرال انا ما قصدي شيء، انا ما عم اقول هيك، انت عم بتقول هيك. لك انا ما قلت شيء. طيب خلينا نعيد صياغه السؤال. كيف بتوصف روحتك على سوريا؟ خلينا بالمهم، هلا اتني هذه الزياره هي زياره تعارف، يعني زياره تعارف لسوريا. بعدين بتعرفي قالتني كل اصحابي وكل حلفائي اصحاب مع سوريا ومع السوريين، يعني سليمان بك والمير طلال وقالتني ويام وهاب واليس كيف وكلهم اصحاب مع السوريين. يعني مثلا لازم نكون على علاقه معهم لانه صاحب صاحبي بيعمل صاحبي. بعدين يعني لأوصف لك اياها بشكل اخر، بما انه هن اصحابهم معقول يخطر له ويام وهاب يعمل له شي بيكنيك عنده بدارته، مشاوي ومتبلات وتوابعهم. نعم. ويعزم السوريين لعنده. معقول انا اذا عزمني ما اكون بعرفهم؟ لازم روح على البيكنيك وكون بعرفهم. لا معك حق، كيف بدك تروح وما بتكون بتعرفهم؟ وطبعا قالتني معي حق. وانا دايما معي حق، مش علي الحق. وما حدا يبلش، ما حدا رح يبلش. وبتكبروا المسائل. خلص قالتني الزياره وصفوها انه هيدي زياره تعارف. طيب جنرال ما بدي اياك تعصب، بس بتعرف الناس بيحكوا كثير وفي مقوله انت قلتها، يعني في جمله انت قلتها انه يا ريتك جندي صغير بالجيش السوري. نو 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 باردون قالتني، انا ما قلت هيك، انا بوقتها اذا قلت هيك قلت لانه في منصب كان رئاسه الجمهوريه، انه بدي اعمل رئيس جمهوريه، وقلت بحق لي انه اقول اللي بدي اياه ليوصل الواحد لا هدفه او مبتغاه. يعني ما تعملوها اكثر من انه وخلتني انتوا ليه بتحكوا ليه بتقولوا نص الجمله؟ دائما بتقولوا انه بتقولوا لا اله، وما لك فايه كفوها، ما هي لا اله الا الله كفوا. ليه ما ليه بتعلقوا على
لوكا جبران لوك انت من اي نوع صحفيه يا عمي؟ طول بالك جنرال، طول بالك جنرال. على كل حال حضرتك بتحب تروح وفيك تروح محل ما بدك، يعني كنت بايران وهلا رايح على سوريا، والله يعلم بعدين وين راح تروح، معقول تروح على فرنسا مثلا. نو نو باردون، ما تفاوري علي انت هلا. انا رحت على فرنسا وقعدت 15 سنه، خلص بكفي بكفي على اتني هالقد. طيب جنرال خلينا نغير الموضوع، لانه هيئتك كل ما عم نفتح موضوع سوريا عم بتعصب. رح نغير الموضوع، وسؤالي هو شو بتوصف علاقتك بدولة الرئيس ميشيل المر؟ صحة جنرال. ميرسي عقلبك. هلا اتني ابو الياس دولة الرئيس ميشيل المر زعلان مني وزعلوا منه هين، منه هين ابدا، كلنا بنعرف وبيعز علي، وخاصة انه نحن هلا اتني على على ابواب انتخابات نيابية، فسبب زيارتي كمان احد الاسباب للزيارة فيك تقولي انه بلكي بتدخلوا هالاوادم بسوريا وبيرجعوا المياه لمجاريها. طيب جنرال قرينا على الانترنت انه حضرتك رح تاخذ معك هدايا على سوريا. نعم. اي نوع هدايا؟ يعني انا الحقيقه اخذ لهم ليمون ابو صره، واخذ لهم الافندي، واخذ لهم الجزر، وبتعرفي هذا كله اورانج يعني، ونحن بموسم غريب، بركي هالانواع من الفواكه بتحميهم هلا اتنين من الجريب، وبتعرفي يعني الجزر هلا اتنين بيقوي النظر، وهن كله النظر، وهلا اتنين مثل ما قال المثل، اسال مجرب وما تسال الحكيم. شكرا لك جنرال. اهلا اهلا وسهلا فيك. وخلص يلا خلصت المقابله.